عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد، كما شفتوا معايا في الصوره غنديروا التطبيق ديال هذا الموديل. كيجي خفيف وزوين صيفي ورائع، كيجيب لوايه ومطرز. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا معايا من الفيديو، ولا عجبكم ما تنسونيش واحد لي لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. ونبداو على بركه الله. غنحتاجوا كما كتشوفوا الابره نمره 5 ديال الراندا، وغنحتاجوا الخيط مبروم على ثلاثة ديال الشعرات اللي كنخدموا به الراندا عادية، وغنحتاجوا الالوان المغايرة ونبرموا على ثلاثة ديال الشعرات حتى هو، ولكن ما كنبرموش بزاف، هذا اللي غنطرزوا به، كنخليوه شوية مرخوف وكندوز له شوية الشمع. كما كتعرفوا دائما كنديروا في الفيديوهات، يعني كندوز الشمع للخيط اللي كنبغي نطرز به، كندوز له الشمع باش ما كيتشنت فلياش. ونبداو على بركة الله. كما تشوفوا معايا البنات، راني بديت الغرز ديالي، درت بناء الغرز، درت 5 ديال الغرزات. هاد الخدمه هادي غنخدموها ب 5 ديال الغرزات. قوموا ببناء هاد الغرزات هادو ونبداو الخدمه ديالنا. كنرجعوا الخدمه، كنرجعوا فيهم بالخدمه، كنخدمو غرزة في التوب. وغنعاودو نخدمو في هاد الغرز. بالنسبة لهاد الزواقة البنات، راه فيها اللواية، وكنخدمو واحد المسافة سامبل، يعني الخدمة راندا حسبية، وكنطرزوها كما شفتو معايا في الصورة. دابا غنخدمو في الأول، غادي نبداو بالخدمة سامبل حيت غنبداو بالطرزه ديالنا هي اللي غتكون في الاول، وعاد كنتبعوها باللوايه. دابا غنخدمو الراندا سامبل في الاول، كيف كتشوفوا معايا غنطلع بهاد الخدمه هادي، كنطلعوا بهاد الخمسه ديال الغريزات، كنخدموا واحد المسافه ديال 26 غرزه في الثوب، وغادي نبداو اللوايه ديالنا. انا غنخدم شويه، نخدم هاد المسافه بهاد الراندا ونرجع معكم باش ما يجينيش الفيديو طويل. المهم اي وحده راه كتعرف تخدم الخدمه هكا سامبل، يعني كنبقاو غاديين عي مع الغرز ديالنا. كنخدمو الغرز ديالنا بخمسة وحنا طالعين، حتى كنخدمو 26 صف ديال الراندا هكا في التوب. الصورة طبت شوية. المهم حتى كنخدمو البنات 26 صف، 26 صف في التوب، وعاد نرجع معاكم. صافي البنات، كما كتشوفو معايا بعد ما كنخدمو 26 غرزة في التوب، هنا غنحسبو 26 غرزة. فاش كنكملو 26 غرزة غنبداو في اللواية ديالنا. هنا ما غاديش نشدو في التوب البنات، غنخدمو الراندا عادي بلا ما نشدو في التوب، نخدمو هاد خمسة د الغرزات، نطلعوهم بلا ما نشدو في التوب. ثلاثة، أربعة، خمسة، كما كتشوفوا معايا ما غاديش نشدو في التوب. دابا غادي نرجعو مع هاد خمسة د الغرزات، نتمنى تكون واضحة لكم الصورة. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، هادي بقا تخليوها مرخوفة البنات اللي في الجنب باش ما تجيكمش مزيرة بهذا الشكل. دابا عاوتاني غنرجعو فيها، غنبقاو طالعين. حنا كنخدمو في هاد اللواية ديالنا، كنخدمو غير خمسة د الغرزات ديالنا حتى كنقفلو العدد اللي بغينا باش نسدو اللواية ديالنا. المهم انا مستمر بنفس الطريقه، كنخدم في هاد خمسه د الغرزات وما غاديش نشد في الثوب، نبقى غادي نفس الطريقه بهذا الشكل.
غندير 8 ديال الصفوف البنات. هذا الشكل هذا البنات غنقطع على نفس الخدمه وانا ما كنشدش في الثوب، حتى غندير 8 ديال الصفوفه هكا. غتحسبوا ابتداء من هنا بهذه الغرزه هذه، واحد جوج حتى كنقفلوا 8، ونرجع معكم باش ما يجينيش الفيديو طويل. بالنسبه للبنات وقفت درت معكم هذا المقطع على حساب الخيط اللي تسالي لكم هنا في وسط الوايه، لان ما عندكمش كديروا الدفنه في الثوب، كتخليوه بهذه الطريقه هذه، كتخليوه هكا مطلق على الخدمه ديالكم. غادي نبداو نخدموا خيط اخر هنا وغادي نشدو فيه حتى هو، يعني غنبقاو نخدموا مع الخدمه بهذا الشكل هكا، وغادي نكملوا الغرز ديالنا حنا كنشدو فيه. بهذا الشكل حتى الا بغيتو تزيدو دمتنوه مزيان رجعوه هكا من الداخل عاوتاني وزيدوا شدوا فيه، زيدوا خدموا عليه مزيان. من بعد ملي تشدوه مزيان تثبتوه مزيان مع الخدمه صافي، من بعد كنحيدوه بالمقص ونقطعوه صافي بهذه الطريقه هذه. غنكملوا الخدمه ديالنا بهذا الشكل. بهذه الطريقه غنكملوا الخدمه ديالنا صافي البنات. من بعد ما كملنا الصموطه ديال اللوايه ديالنا البنات، عفوا القبيله هذه قلت لكم 8 ديال الصفوفه، لا غنحسبوا اكثر كما كتشوفوا معايا، كنحسبوا بهاد العوينات هادو اللي كيبانوا لكم هنا، غنحسبوا هذه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السته السابعه 8 9 10 11 12، كنديروا 12 ديال العوينات يعني 12 ديال الصفوفه بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نقيسوا فين جايانا اللويه ديالنا، هنا غنديروا الاباء ديالنا في الثوب بهذا الشكل، وغادي نشدوا بهذه الطريقه غنديروها في الخيط الداير بهذا الشكل. الخيط الداير عندنا لهيه، وغادي نشدوا اللويه ديال الخيط ديالنا بهذا الشكل هذا، وغادي نقلبوها هكا، وغنخدموا هذه الغرزات ديالنا اللي عندنا خمسه هنا. هذه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وهذه الخامسه بهذا الشكل. عاوتاني غنمشيو نفس الطريقه نفس القياس اللي عندنا، نديروه في الجهه المقابله ونشدو في الثوب بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. هذه هي اللويه ديالنا كتجي بهذا الشكل صافي. دابا غنبداو نخدموا في هذه الغرز ديالنا بخمسه نفس الطريقه الاولى، يعني كنخدموا واحد المسافه براندها حسبيه ومسافه كنديروها في وكنديروا لوايه، عاوتاني راندا حسبيه ولوايه. هنا غادي عاوتاني غنطلعوا ب 26 غرزه كما درنا في الاول، غنطلعوها هنا فوق اللوايه عاوتاني نديرو لوايه حتى كنكملو البياسه ديالنا كامله. ملي كنكملو البياسه عاد كنبداو نطرزو فيها. المهم انا غنخدم هنا شويه ونرجع معكم باش نشوفو الطريقه ديال الطرز، ومستمرين غنبقى مستمره بهذه الطريقه ديال خمسه د الغرز ديالي غنخدمهم. دابا غنخدمو في الثوب لان غنخدمو راندا عاديه بهذه الطريقه. غنطلع 26 غرزه هنا، وكتكملوا البياسه ديالكم كامله بنفس الطريقه، كديروا راندا حسبيه لوايه راندا حسبيه لوايه حتى كتكملوا البياسه ديالكم، بعد نطرزوها نرجع معكم باش نشوفوا الطريقه ديال الطرز صافي البنات. من بعد ما كتخدموا الخدمه ديالكم كامله على طول البياسه، دابا غادي نطرزوها ان شاء الله. كما كتشوفوا غناخذوا الخيط ديالنا ديال الطرز اللون مغاير، المهم نتوما اللوينات بغيتوا ديروا باللوينات بغيتوا ديروا لون واحد اللي يعجبكم. المهم غناخذوا هذا الراندا ديالنا، غنجيو الوسط غنحسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة، هذه الرابعة هنا غنديروا الإبرة ديالنا وغنخرجوها، غنحسبوا من هذه اللي غنخشوا فيها الإبرة
واحد جوج ثلاثة أربعة، نخرجوها هنا كما كتشوف، واحد جوج ثلاثة أربعة، وغادي نخرجوها في الرابعة بهذه الطريقة هذه. كنثبتوا الخيط ديالنا، صافي كنرجعو نديرو في نفس البلاصة البنات، كنرجعو ندخلو الإبرة ديالنا في نفس البلاصة، وكنمشيو في الغرزة اللي حداها الفوق، كنخرجو الإبرة ديالنا الفوق. دابا عاوتاني غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، ونديرو الإبرة ديالنا ونخرجوها في اللي حداها الفوق. عاوتاني غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، وغنخرجو في اللي حداها الفوق. عاوتاني غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، وغنخرجو في اللي حداها الفوق. واحد جوج ثلاثة أربعة، وغادي ندوزو للجهة الثانية، حتى هي كنخرجوها اللي فوق منها. تاي غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، ونخرجوها في اللي فوق منها. عاوتاني واحد جوج ثلاثة أربعة، جوج ثلاثة أربعة، سيكونوا نفس القياس اللي عندنا في هاد الجهة البنات. في هاد الجهة عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، وهذه الخمسة الوسط. عاوتاني واحد جوج ثلاثة، نزيد نزيد وحدة هنا، هذه الرابعة كما كتشوفوا معي. دابا مباشرة غادي نخرجوها، غنحسبو هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، نخرجوها هنا. كما كتشوفوا كنحسبو أربعة ديال الغريزات، وكنخرجو الإبرة ديالنا بهذا الشكل. غدابا غنخدمو عاوتاني نفس الخدمة، أربعة ديال الغريزات، ونخرجو في اللي فوق منها. عاوتاني الرابعة نخرجو في اللي فوق منها، الأربعة نخرجو في اللي فوق منها، عاوتاني تانا واحد جوج ثلاثة أربعة. هنا غنضربو في هاد الرابعة ونخرجوها في الجهة الثانية، الجهة هنا راه غتحسبو من هنا من هاد الجهة، واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني كتخرجو هنا الفوق من هاديك. غنمشيو الجهة مائلة، يعني هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، باش كتجينا فوق هادي، باش كنطلعو مايلين كنخرجوها فوق هاديك. عاوتاني هاديك اللي مع جنبها، عاوتاني كنحسبو أربعة، كندخلوها وكنخرجوها في هاديك اللي مع جنبها. تاني نفس الطريقة، وكنخرجوها مع اللي جنبها نفس الشكل كما كتشوفوا معايا. دابا سالينا هاد المثلثات ديالنا اللوالة كما كتشوفوا. دابا غندوزو مباشرة غنخرجو الإبرة ديالنا هنا كما كتشوفوا هنا، هاد جوج غريزات، الغرزة الأولى لا، هاد الجوج غريزات اللي كيكونوا هنا مقابلين، ثانيا هما اللي غنخرجو فيهم الإبرة. كنتمنى تكون الصورة واضحة البنات. دابا غنحسبو الغرزة اللي حداها، كندخلو فيها الإبرة وكنخرجوها في اللي مع جنبها الفوق بهذه الطريقة، بهذا الشكل. دابا غنحسبو هنا، حسبنا واحد هنا، واحد جوج ثلاثة، كنخرجو في الثالثة وكنمشيو مع اللي جنبها بهذه الطريقة هادي. عاوتاني كنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، وكنخرجو ملي مع جنبها لهيه بهذه الطريقة،
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. عاوتاني كنقصو دابا هذا الوسط ديال المربع ديالنا غادي نقصو. هاد الشكل غنحسبو دابا واحد جوج ثلاثة أربعة، كنحسبو غير ربعة. عاوتاني حنا غادي حنا كنقصو وكنخرجو في اللي حداها. هاد الشكل الرابعة صافي، دابا كنحسب واحد جوج ثلاثة. عاوتاني كنخرجو في اللي حداها صافي. هادي بقات لينا فيها غير وحدة هي اللي كنخدموها دابا. هاد الشكل مباشرة غنخدمو الغريزة ديالنا ديال هنا، واحد جوج ثلاثة ربعة، غنخرجوها في الرابعة. بهاد الطريقة البنات مباشرة غنبداو نخدمو في الغريزات ديالنا. غاح نحسبو واحد جوج ثلاثة ربعة، هنا البنات غنزيدو واحد الغرزة بهاد الطريقة، واحد جوج ثلاثة ربعة، باش كتبقى لينا بين الكوزة وبين هاد المربع وبين الخديمة كتبقى لينا واحد الغريزة. نفس الطريقة هنا كنخليو واحد الغريزة بهاد الشكل، وغنبداو حنا ماشيين حنا كنهودو، يعني هادو درناهم مايلين لهاد الجيه وهادو غنديرهم مايلين لهاد الجيه. غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، وحنا غاديين حنا كنميلو واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة. عاوتاني كنمشيو الجهة المقابلة ثانية نفس الطريقة، كنميلو دابا عاوتاني لتحت كندير واحد جوج ثلاثة أربعة، كنخرجو في اللي حداها اللي من تحت. عاوتاني كنحسبو ربعة، كيكونو باينين البنات تاعت بلا ما تبقاو تحسبو راه كيكونو باينين لكم. على هاد الشكل دابا غنمشيو عاوتاني نحسبو من هنا، غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، هنا غنخرجو الإبرة ديالنا نمشيوها هنا ونحسبو ربعة الغرزات هنا الفوق، ونخرجو الإبرة ديالنا في الوسط على هاد الشكل. نتمنى البنات تكون فهمتو الطريقة. كنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة، عاوتاني حنا طالعين حنا كنهودو واحد هنا غادي حنا كنهاودو كنميلو هكا. عاوتاني هادو راه كيكونو باينين ساعات الغريزات كيكونو باينين لنا هنا، وكنمشيو الجهة المقابلة مباشرة بهاد الطريقة. عاوتاني كنحسبو ربعة وكنبداو نخدمو الغريزات ديالنا. كديرو خيط واحد البنات يكمل لكم طريزة، عاوتاني كتعقدوه من تحت الخدمة من الجهة التحتانية كتعقدوه كما كتشوفو، كتعقدوه هنا في الطريزة ديالكم، كتزيروه مزيان عقدوه باش ما تفسخ لكمش الطرزة، وعاد ديرو خيط جديد عاوتاني ودوزو للجهة التانية باش طرزوها، يعني بلاصة لخرى عاوتاني طرزوها بنفس الطريقة. كما كتشوفو البنات معايا الخدمة ديالنا كتجي على هاد الشكل، كديرك على طول بياسه كديروها باللوينات ولا بلون واحد كيبقى اختيار ديالكم. المهم الفيديو ديالي ديال اليوم هو هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش واحد اللايك التشجيع ديالكم والدعم ديالكم ليا، وشكرا للتتبع ديالكم والى فيديو قادم ان شاء الله.